وللوقوف عند آلية الانتخابات في العراق والتي كثر الحديث بشأنها، ينضم إلينا من الدوحة الأكاديمي العراقي الدكتور أحمد كسار. دكتور أحمد، مرحبا بكم. يعني تعديل قانون سانت ليغو لعملية الانتخابات برفع القاسم الانتخابي إلى 1.7، برأيكم لمصلحة من سيصب؟ أهلا بك وبمشاهديك الكرام. في الحقيقة هذه الانتخابات ليس فيها جديد ينتظر ولا أمل يؤمل من خلال العراقيين في الداخل والخارج، ولذلك فإن هذه العملية وهذه الضحوك الجديدة على الشعب العراقي لا تقدم ولا تؤخر. ما الذي رفع وما الذي خفض؟ فالوجوه هي نفسها، والأحزاب هي التي تتبادل هذه الأدوار، وهي يعني محددة ومخصصة. العجيب في الانتخابات العراقية أن الحديث عن التزوير قبل الانتخابات، كل انتخابات العالم يكون الحديث عن التزوير فيما بعد. من الآن يعني أمارات وعلامات وشغل وتعيينات في المفوضيات الانتخابات لأجل أن تحدد المقاعد وتحدد هذه الأرقام. طيب دكتور، ما السبب في ذلك؟ من المتسبب في ذلك الحقيقي؟ يعني كما ذكرت أن الانتخابات لا تزال ما يقارب من الشهرين ستبدأ، من هنا ومن هذه اللحظات يتم الكشف ويتم الحديث عن ربما تكون هناك انتخابات مزورة، خاصة أن مفوضية الانتخابات يعني هي نفس المفوضية تريد إجراء الانتخابات بشكل يدوي منعا للتزوير. من المتسبب الأول في ذلك دكتور أحمد؟ بالعكس، الانتخابات اليدوية هي عرضة للتزوير. العالم المتقدم اليوم المتطور في عصر التكنولوجيا، الانتخابات تظهر بعد ساعات من انتهاء الانتخابات، فبالتالي الإصرار على اليدوي هي أيضا سبب من أسباب التزوير والنية على التزوير المبكر وقبل الانتخابات. فإن هذه القوائم التي تفضلت بذكرها والحديث عن الانتخابات ما هي إلا يعني اسأل العراقيين، هل أنتم، هل هذه انتخابات جادة؟ هل تتوقعون منها يعني ما فيه صالح للعراق والعراقيين؟ هذا يكون الاستفتاء على هذا الأمر، لا يكون على الانتخاب. دكتور، هذه الدعوات وهذا الحديث عن التشكيك في عملية تزوير الانتخابات، هل هذا مبرر كاف للدعوات التي انطلقت لمقاطعة الانتخابات دكتور؟ الدعوات اللي هذه المرة انطلقت من الذين كانوا في العملية السياسية، من الذين جربوا العملية السياسية، من المكونات التي سعت إلى أن تكون جزء من هذه العملية السياسية، اليوم يقاطعون ويدعون إلى مقاطعتها. فبالتالي والانشقاقات في الكتل الانتخابية والتحالفات، فأصبحت الانتخابات عرضة للخلاف وليس لمصلحة البلد. فبالتالي اليوم ما يجري في العراق وما ينوى في عقده للانتخابات في الشهرين القادمين ليس لها أمل لتغيير هذا الوضع المأساوي الذي يزداد يوما بعد يوم. لكن دكتور أحمد، حيدر العبادي في إطار الدعاية الانتخابية يقول بأن هناك فرصة واحدة للمتورطين بملفات فساد مالي وإداري، ما المقصود بذلك دكتور؟ كيف فهمت هذا التصريح؟ الحقيقة هي أيضا أوراق، يعني أوراق ضغط على المشاركين في العملية السياسية بإما أن تتحالف أو تنضم أو تنسحب أو تعطي هذا المقعد مقابل هذه الملفات التي نسمع عنها من سنوات لم تكشف، والقضاء أيضا متواطئ فيها. فبالتالي هذه ملفات الفساد الإداري والمالي هي أوراق ضغط على المرشحين في الانتخابات وعلى الكتل والأحزاب. من الدوحة الأكاديمي العراقي الدكتور أحمد كسار، شكرا جزيلا لكم.